مما لا شك فيه أن البداية كانت صعبة على 9 سيدات فلسطينيات من قرية الولجة جنوب الضفة الغربية عندما فكرنا بعمل مشروع خاص بهن يصنعن من خلاله التحف الخشبية. إذ بدأ مشروعهن حينما فكرنا بتزيين حدائق بيوتهن من خلال إعادة تدوير الخشب المستعمل واستثماره لعمل المقاعد والتحف الفنية، حتى التحقنا بدورات تدريبية تمكنهن من استخدام الآلات الحديثة لتحقيق رغبتهن في نجاح مشروعهن. بداية كانت الوضع انه الناس باستهزاء انه هدول شو بدهم يعملوا من ريسايكلينج من مشاتيح الخشب من اطارات السيارات، فلما ابدعنا واظهرنا قدراتنا في هاي الحدائق المنزلية صارت الناس تيجي تحكي احنا بدنا نعمل حدائق، تعالوا عنا يا سامية احنا بدنا نعمل كمان حدائق إلنا. انا اكيد بشعر بالفخر بكل قطعة بنتجها وبصنعها، انا لما بتخلص قطعة في ايدي بحس بالفرح اني انتجت اشي. انا ما كنت اعرف هاي الشغلات وتعلمنا عليها وصرنا نعملها ونعمل شغلات حلوة نزين فيها بيوتنا ونبيعها ونحسن دخلنا. وتعتمد بعض النسوة على مشروعهن من الناحية المادية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث يقمن بالترويج لبضاعتهن وبيعها في المعارض والمهرجانات والأسواق كونها ذات جودة عالية وأسعارها مناسبة. فادني اقتصاديا، ساعدني في دخل لأسرتي، جزء من دخل من الأسرة قدرت أأمنه وساعدت زوجي في الحياة، كمان بالإضافة إلى تنمية مهاراتي الفنية والزراعية كمان أفادني كثير في حياتي. بخلينا متنفس ننفس عن وقت فراغنا عن إمكانياتنا، بنسوي أشياء قطع فنية جميلة بتساعدنا في بيوتنا، بتقدر تسوي أشياء تحطها في بيتك بتساعدك في شغلات كثير. أما مشغلهن فأطلقنا عليه اسم الرويسات نسبة إلى جبل الرويسات الواقع في قرية الولجة، فالاحتلال يهدد بمصادرته، كما أن مبنى المشغل نفسه مهدد بالهدم بدعوى أن المنطقة خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال. تحاول المرأة الفلسطينية الاعتماد على نفسها من خلال بعض المشاريع الصغيرة لكي تثبت أنها قادرة على تجاوز كل العقبات التي تقف أمامها في أي مجتمع. رائد الشريف الغد، بيت لحم، فلسطين.